شمال والمغرب يعيش على صفيح ساخن، والسبب دعوة غير مسبوقة لهجرة جماعية نحو سبتة. فبعد ليلة 15 سبتمبر تتجدد الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لهجرة جماعية حدد موعدها يوم 30 سبتمبر. إليكم التفاصيل. عاشت مدينة والفنيدق شمال المغرب ليلة استثنائية طويلة وعصيبة يوم 15 سبتمبر، حيث جرى التنسيق لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغبة في العبور إلى سبتة، ما دفع السلطات المغربية إلى القيام بأكبر إنزال أمني بمدينة والفنيدق. الشباب والحالم صدم بالتعزيزات الأمنية المكثفة بالمنطقة، وحاولوا تجاوز الحواجز الأمنية، ما أدى إلى نشوب صدامات ومواجهات عنيفة بين الشرطة ومرشحين للهجرة، من بينهم قاصرون وأطفال، ما خلف إصابات في صفوف الأمن وفي صفوف المهاجرين غير النظاميين. المهاجرون يحملون جنسيات مغربية ومغاربية، وآخرون يتوافدون من دول جنوب الصحراء. جميعهم حاولوا عبور السياج الحدودي بمختلف الطرق، لكن السلطات المغربية تصدت للهجوم ومنعت الدخول غير القانونية إلى سبتة بعد أن جرى تنفيذ إغلاق كامل للمناطق الحدودية البرية والبحرية في اتجاه معبر سبتة. ورغم حالة الاستنفار القصوى والاعتقالات وإفشال مخطط الهجرة الجماعية، دعوات جديدة يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة جديدة يوم 30 سبتمبر، في وقت تعمل السلطات المغربية على بسط سيطرتها والتحكم في الوضع وإعادة الهدوء إلى المنطقة.